كذلك حفظك الله. يقول البدوي، البدوي هذا الظاهر أنه من أهل مكة وذهب إلى مصر، ويذكرون عنه فضائع، أنه بال في المسجد ويوم الجمعة، وأنه يعني لما أنه بال ولا جاءه عقوبة صار ولي، يعني لأن الأولياء هم اللي ما يجيهم عقوبات مهما فعلوا فعبدوه من دون الله. وإذا أردت التأكد من ذلك له ترجمة في كتب التراجم، كتب التراجم، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي ترجم له. نعم.